كلمة الأنصار خويا مثلنا ماتش صعيب في الجاية وإن شاء الله نحضروا له كما باقي المقابلات. المباراة تاع اليوم كانت شوية كانت أنا كبير ما بين الدرجية والتقدية، الحمد لله عملنا بالمباراة كانت صعبة شفتوا في بلادنا كان الجمهور اللي عاوننا مليح، الحمد لله بالكرم المهدي والأنصار رجعوا شوية لقدام. والفوز هذا يعني يقدر يقول باللي شباب التقدية تلعب على الصعود إن شاء الله بيان سير ما دام نهضر كرمنا في البوديوم إن شاء الله نشوفوا اللي رجعوا ثاني ما داروا. ان شاء الله نكونوا تروزيام نلقاو تروزيام ان شاء الله نهدوا الانصار السعوديه ان شاء الله. ميرسي كيف كلهم يعطيكم الصحه، ما كنا خاطرين نكون معانا وان شاء الله شبيبات كي كان كيما يقول لك راهي في الطريق الصحيح ان شاء الله. خويا ان شاء الله ان شاء الله حنا رانا نجيروها ماتش بار ماتش باقينا سام ماتش ان شاء الله نديروا اللي علينا بين فرع هذا الكبير ان شاء الله يا رب. على بالكم بلي كان ماتش صعيب شغلهم كيسينا برومي بيت كنا خاسرين، الحمد لله عرفنا كيفاش رياجيو مع لي كونسي تاع لونترينور ولي لي زاتاكو تاعنا اليوم كانوا ملاح، الحمد لله يا ربي فيكتوار ميريتي كما نقولوا ان شاء الله لا بروشان. جات ان شاء الله طلعه ان شاء الله. والله شنو نقول لك؟ احنا رانا نتبعوا فيها بشويه ماذا بينا، لكن جات الله غير مرحبا، هذيك المرة رانا في البوديوم نقولوا ان شاء الله نطلع.